نتمنى تكونوا لاباس. بغيت نوضح واحد الحاجه بان اليوم كانت مناسبه يا حبيبي. اليوم كانت مناسبه ديال بنت خويا درناها الاسبوع والبارح كنا درنا صدقه لنور الدين الله يرحمه ويوسع عليه. واحد الحاجه واحده اخرى بان نور الدين الله يرحمه ويوسع عليه كان انسان غزال بزاف، ما عمر شي حد يقدر يعمر بلاصتو، ما كاينش بحالو. الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار يا ربي، وديما يبقى في قلبي وعنده بلاصه كبيره عندنا كاملين، كنذكروه كل نهار. تصوروا كاملين معلكين في اي بلاصه، في داري، في دار والديا، في دار خويا، في دار جدي، في كل بحاجه. وانسان واخا كيموت كيبقى عايش معانا. مي باش فهموني شويه، حطوا بلاصتكم في انا. للاسف حنا عايشين في واحد المجتمع اللي المراه كدير شي حاجه كتسمى خايبه، كتسمى بزاف الحاجات نو ماشي مزيانه، الله يهديها وهادي. وفي نفس الوضع من كيدير الراجل شي حاجه كتسمى مسكين، ما عنده ما يدير، هذه الحياه، حياه قصيره، حياه هادي. ما ماشي مشكل. انا اصلا حتى الى شي واحد كتب كومنت خايب ولا كا، اما كنمسح داك الكومنت ولا كنخل داك الكومنت في خطره، حكاش ما بقاش كيضرني، حكاش اللي دست عليه، اللي دست فيه انا هاد عامين ما دست عليه حد، يعني ما نوتش شي واحد الحق حل فمو يهضر شي حاجه.